ماشي فهمنا. على طول ما بتردي على تليفوناتي قلنا امر الله وسكتنا، بس معقوله ما تردي على تليفوناتي انا وتروحي تردي على اتصالات زلمه غريب؟ خير شو القصه برهون؟ سكري اختي سكري، كرمال الله سكري، عصبتيني ورفعتي لي ضغطي من الصبح، سكري. شو القصه عمي؟ هاي اختي خديجة، اختي كان في عندها شوية اسهم بايدها وقلت لها بزماني بيعيهم يا اختي، بس ما باعتهم وهلأ طالع عليهم 100 قصة وبدها ياني لاقي لحل. ايه شو عاملين على الفطور؟ كأنه ريحة بعرفها. يو فكرت شي مصيبة صايرة. لا مصيبة ولا شي، يلا الله يسامحك يا عمي، ارحبتنا والله. يلا مرت عمي شو عاملين على الفطور؟ ايه شو هالعيلة هي؟ حتى خديجة الخرفانة اللي قاعدة بالضيعة عم تستثمر بالبورصة؟ ما شاء الله. هلأ لنامت بنوتي، اليوم مو معقول شو ضاجت وكتير عذبتني. رح روح جيب لكم شاي. لا لا لا، تعي بنتي تعي، بما انك قرب رفيقة لملك تعي عدينا نشوفه، خلينا نحل هالموضوع. طبعا طبعا اياد، شاي ضيف البيك، شاي عسري. ماشي ماشي عادي. بنتي بتكون زينب، بنتي زينب ما بتحب المشاكل ابدا، بنتي بدها الكل يحبوا بعضهم وما بدها يصير مشاكل منوب، لانه العيله لازم تكون متماسكه. اتصلت فيني قالت لي بابا بما انه جوليا وزوجها رجعوا لهون فخلينا نحل كل الامور، وانا بدي اياك تساعدني بهالشي، لاقي ملك خان وحاكيها واقنعها وجيبها معك على البيت. عن جد يا بيك؟ بنتك قالت هيك؟ معقول الحكي هذا يا بيك؟ ما عم صدق انا. صبايا روقوا شوي واسمعوني. تفضل. شكرا. هالخلافات والمشاكل الصغيرة بتصير كتير بين الأهل والأخوات بس ما بتكبر، لا تنسي في طفل بالنص. مو هيك الموضوع، هاي البنت بنتي أنا يا بيك، هاي بنتي أنا، أنا بشتغل ممرضة وزوجي بيضل على طول مسافر. طيب طيب أنا فهمت عليكي خلص، يعني الله يخلي لك إياها، بس مو هذا موضوعنا، أنا عم أحكي عن ابن جوليا محمد. محمد باشا ابن اختك الصغيرة، لازم يشوفك، ملك هالولد من لحمك ودمك صح؟ جوليا ما أنا عم تحسس حدا ابدا، بس قالت لي زينب انها مقهورة كتير، مقهورة كتير هالمسكينة. عفوا بس شو علاقة جوليا وابنها بالقصة يا بيك؟ انا ما عم افهم شي، بعدين بكل الاحوال انا ما رح اروح على مكان. ايه ايه يا بيك شو هالحكي هاد؟ هي ما بتروح، هالشي مستحيل. حمودة حبيبي شبع ما هيك يا روحي انت؟ عذبك كتير مبارح بالليل؟ ايه عذبني كتير. كريم صرنا هون 3 ايام، مو مكفيك المشاكل اللي عملتها؟ حاول تهدي أعصابك شوي ممكن؟ عم تقلي لي هدي أعصابي؟ أنا لسه ما عملت شي جوليا، بدي وقت لأتجاوز الصدمة، لسه اللي جاي أسوأ. طيب قلي شو بدك؟ شو فيني ساوي لحتى ترتاح كريم؟ قول يلا شو ما كان رح أعملك يا كريم. فيكي ترجعي لي حياتي وكل أبحاثي وكل مشاريعي اللي سرت عليهن الليالي؟ تقدري؟ فيكي ترجعيني للوقت اللي ما كنتي فيه بحياتي؟ جاوبيني. بس هي الأوقات ما كان فيها محمد كمان. شو بدك فيني أنا؟ بكل الأحوال ماشي يا كريم، هاي واحدة من أمنياتك حتتحقق بسهولة، بس شو مشان محمد؟
بلا مشاكل هلأ لوين بدك تروحي؟ وكأنه القصص اللي براسي ما بتكفيني. تعودت عليكي ما فيكي تمشي. الحقيقة معرفتك شو حساس ورقيق. معك حق، أكيد ما رح تقدر تتحمل شوقك لإلي، ما هيك؟ مزبوط. شلون رح أتحمل فراقك؟ تحملي كمان شوي. شو بدي أعمل بلاكي؟ رح ضيع، بتدمر والله. برافو عليك، خليكي مكملة هيك. إيه؟ اسمحي له يأذيكي ويأذي مشاعرك عالطالعة والنازلة. كل يوم بالليل نامي جنبه بنفس التخت، وخلي قلبك يحترق على حالك، وبعدين فيقي وضلي كل النهار ساكتة على إهاناته لإلك كل يوم. أنا ما عاد فيني أتحمل أكتر، ما عاد فيني، تعبت كتير. شو ساوي بهالكابوس؟ عفواً بس نسيت تليفوني. شكلك تعبان شوي. لا مو تعبان. اذا طالع هلأ منطلع انا وياك. انت بتروحي على المدرسة بهالوقت مو هيك؟ ايه صح. ايه بس شو بده يصير اذا هربت من المدرسة اليوم يعني؟ لوين حنروح؟ ما بعرف، منروح منتسلى شوي، ومنه انت كمان بترتاح. ما فهمت يعني. خلاص انت تعال، شو بدك؟ تعال تعال لقلك، امشي معي يلا. يا سلام. يا عيني، واخيرا اجى الاكل، والله كنت رح موت من جوعي. صباح الخير. ايوه يلا نحن رايحين. شي حلو، الظاهر انت واختك تفاتوا كتير. لوين العزم؟ عنا مشوار. مشوار؟ كريم البنت عندها مدرسة. خلصنا تركيون، يعني هن اخوات بالنهاية ونفس الدم عم بيمشي بعروقهم. اصلا شو هو الاخ؟ هو اللي بتشاركي اكلك وخبزك، وبس يصير معه مشكلة بتوقفي جنبه هيك يعني. سهيلة لا تهزي بدنك. ايه اخدت اخوة تغير له جو. هاتي لشوف. لوين رحتي؟ شو كان له داعي هالحكي؟ ليش شو عملت كمان؟ اسيل جيبي لي الخبز بسرعة، جيبي لفي لعندي. شو هدول؟ تفضل يا بيك، هدول تازة. انا ما بدي من هاد، وين خبز الضيعة؟ جيبي لي من اللي بعتته اختي. خدي هاد، خديه خديه من وشي. اعطيني البرك. لك اعطيني البرك، اللي ساعة جوعان، شو بدي اكل من على هالطاولة؟ وين الفطور؟ يلا عمي يلا تفضل. يلا تعالي اقعدي، لا تتعبي حالك. احسن من نهار ان شاء الله. السم؟ اعتبريني اكلته، كتر خيرك. خدي كل شوية سم وما رح دوق. لكن انا ماشي العمى هالعيلة. يا عيب، شو معقولة تحكي معه هذا الحكي؟ هس هس هس، ما تسمعيني صوتك، ها احسن ما تطلع براسك. هس طعمي بنتك احسن. Mm-hmm.
بنتي، انت واختك مالكن حدا بهالدنيا غير بعض. ما تواخذني يا ربي، شو كنت عم قول؟ والله تشوشت. تذكرت، اختك ما لها غيرك بهالدنيا يا بنتي، ما بصير هيك. وبكل الاحوال انت عايشه هون لحالك، وإلك زمان ما مرقتي على ضيعه، وانا اخذت عنوانك من الست خديجه. راحت علينا والله، وقعنا وما حدا سمع علينا. يمكن لساتها نايمة. وشو ما كان صاير بيناتكن، هالمشكلة لازم ينحط لها حد. اسمعيني، أنا زلمة كتير عنيد، بتروحي معي وما راح أقبل أي اعتراض، بس مو فوراً، لأنه في عندي شوية شغل هون رح خلصه وبعدين إيجي أختك. رح تروحي تشوفي أختك وتبوسيها وتتصالح وتنهوا المشكلة، وكمان رح تشوفي ابن أختك وتحمليه بحضنك وتشمي ريحته وتلعبيه، ورح تدعيلي لآخر يوم بحياتك. يلا يا بنتي، لا تزعليلي زينب ولا تزعليني. بس لحظة شوي، بنتك بدها تصالح الأختين مع بعضهم يعني، ما هيك؟ أنا هلأ لحتى فهمت. ملك حبيبتي، شايفة كيف؟ حبيبة قلبي، شو أكابر هالخانم؟ أكيد أكيد بتروح معك. معك حق، مو معقول يضل في زعل بين الأهل، بتروحي ما هيك حبيبتي ملك؟ طبعاً طبعاً رح تروح أكيد. مستحيل، لا ما بروح، ما لي رايحة. معناها رح اجمع الكل وجيبهم لعندك لهون، ما رح تخلصي مني ابدا. لا لا لا، بتروح طبعا يا بيك، انت لازم تروحي ملك، يعني معقوله تضلوا متزعلين؟ لا لازم تنهوا المشاكل بقى، بتروح بتروح رح تروح. ليك مفيد بيك، هالشي مستحيل، انا ما فيني اترك المطعم وروح ابدا. كلك ذوق انت وبنتك وشكرا كثير لكم. خلص انا بتصل بجوليا باي طريقه وبحل خلافي انا وياها على رواق. بقى بنتي، ليك الاوامر جايه من فوق، يا اما بتيجي معي على اسطنبول بكيفك، أو بروح بلم كل العيلة وبجيب لك إياهم لهون. القرار بيرجع لك، فكري منيح. المهم أنا رايح هلأ، في عندي كم شغلة كم ساعة وبرجع بمر لعندك. إيدك لبوسة عمي. أمرك يا بيك. لك فهميني شو صار لك انتي؟ انتي اللي شو صار لك؟ مرته بتعرف، والله العظيم مرته بتعرف، ألفت هالحجة لأبوها وقالت له جيب البنت وتعافيها لعنا. يا ربي أنا شو عملت بحالي؟ نيلي؟ ها؟ هلأ رح تاخدي بيان منها، رح تاخديها مو هيك؟ ليش لحتى أخدها؟ لأنها بنتك انت اللي جبتيها على هالدنيا،
ليش ما حكيتولي شو كان في داعي تخبو؟ مالي ما تتدخل انت وخليك هون شوي، بدي احكي مع ملك على انفراد. اخ والله كان قلبي رح يوقف من الخوف، كنت رح موت من الرعبة. اخ الحمد لله مرقت على خير. نيلي اكيد عندها عالم مرته، مشان هيك بعتت لي ابوها، بدها يعني روح لعندها لحتى تطلع بروحي. لك اسمعوا هالحكي هاد، ابراهيم اجا وما ترك كلمة، واجت اخته وما تركت كلمة، بأي عين بدي روح وقف قدامه نيلي؟ واكيد موصلين لشي لمرت حسين. روحي لا تجني، هالحكي هذا مو معقول ابدا. ابراهيم بيك والخالة خديجة كانوا عم بيحاولوا يغطوا على الموضوع، ايش شايفتي هون مجانين لحتى يروحوا يخبروها؟ انت اهدي شوي هلا، حاجة تتوهمي وتصلي بحسين بيك واشرحي له وقولي له هيك 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 صار. حسين اذا بيقتلوني ما بقى حاكي، مستحيل. انتهت القصة، بس خليني اطلع من هالمصيبة وخلصوا من بعد التوبة. والله خلص التوبة. خلص خلص لا تحلفي بنتي، الحلفان بالحب ما بينفع. وهيك تحلفي؟ لا والله لا اتركه. قال لي بعد فترة قصيرة رح زبط كل أموري وإجي لعندك، رح إجي لعندك حر، ومن هون لوقتها ما رح اسمح لحدا يزعجك، وبعدها رح صير جنبك. لحظة لحظة شوي، هو هيك قال لك؟ وانت ليش ما حكيتي ايه الحكي هذا؟ اه لك مالك شايفة ما أحلى وعوده لهالزلمة؟ يا روحي ملك ليكي، صدقيني هالعزيمة هي أكيد ما إلى أي علاقة بموضوعك انت وحسين بيك بنوب، يعني البنت بس بدها تصالحك مع أختك، وبكرة إذا أنتي ما رحتي بيجيبوا جوليا لعندك. جوليا؟ لا مستحيل تجي له. اشتقتي له مو هيك؟ بيتي لشوفها، ناطف قلبي عليها. أخ منك يا خديجة، لسانك بده قص. إيه مفيد، ليش حط الأخذ براسه يعني؟ زينب طبعا حست على شي وراح تخبرت أبوه، وهو حمل حاله وراح لعند البنت. إذا دري حسين بهالحكي شو بده يعمل؟ يا عيني يا عيني يا عيني، بجن على الآخر وما عاد يفرجينا وشه أصلا. هو بده إياها من الله حجة لحتى يروح من هالبيت. آخ 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 يا الله. مين؟ ادخل. شرقي لي سوي لي شمام، آيرسي صوتي. ألو إيه بابا؟ انت عم تحكي عن جد؟ ايه شو صار؟ يلا خبرني. ايه تمام تمام. يخرب بيتك شو شيطانة، شو هالحركات الوسخة. الو بابا بابا. العمى شو هاد؟ في حدا بيجيب قهوة سخنة هيك؟ بدكم تموتوني؟ مو قلك بدكم تموتوني انتو يعني؟ طيب عمي. سخنة كتير ولا يهمك، لهيك كبيت علي. خلص مسحتها مو مشكلة، خلص حرقت حالك؟ احترق لساني احترق. ولك شوفي ما في شي ولا يهمك مرت عمي، الشغلة بسيطة كتير. جوليا فكرت. بنتي بدلينا يا جيهان، لو سمحتي اعملي فنجان قهوة تاني لعمي على عيني. وانا معه كمان. تكرم يا خانم. جوليا هاتي محارم. هاتي ثانية عمي. بتروح بقعة القهوة ما هيك؟ ايه بتروح بتروح طبعا، بما انه بلا سكر يعني. ايه بلا سكر. عادي عادي. فاضي احكي معك شوي عمي؟ كنت رايح على الشركة على 11، عندي اجتماع مهم، بنحكي شوي. انتي منيحة؟ ايه يعني مو ناقصك شي ومرتاحة ما هيك؟ آسف على السؤال بنتي، إذا الوحدة عندها زوج مثل كريم من وين بدها تلاقي الراحة؟ يا كريم يا الراحة، اثنين مستحيل. مو مشكلة عمي ما تقلق أنت، مناح نحن. أي الحمد لله. يعني الراحة وكريم كمان كلهم مع بعضهم، مالي مزعوجة من شي، كله تمام.
بتمرق مشاكل عادية، يعني مثل كل العالم، مشاكل صغيرة، وبالأخير هيك الزواج بده شوية تنازلات. أنا صدقني عمي كتير مبسوطة كوني موجودة هون معكم وعايشة بهالبيت، مبسوطة كتير. محمد مبسوط كتير كمان. الحمد لله يا بنتي. بعدين؟ قصدك فوت بالموضوع ما؟ ايه بنتي ما معي وقت. تكرم عينك عمي. عمي أنا مع فكرة إنه الواحد لازم يشتغل ويتعب وما لازم يضل مرتاح كل الوقت، صح؟ السبب؟ السبب واضح عمي، يعني بقصد بحكي أنا كمان لازم أحمل كتف بالشغل مو كله عليكم. من أول ما أجيت لهون ما قدرت أشتغل أي شيء، قصدي إذا برجع بشغل شركتي وبستفيد منها هون يعني. عمي إبراهيم كنت حابة أعرض عليك عرض شغل، طبعاً إذا شايف إنه الوقت مناسب. بدك تعرضي علي عرض؟ قولي لشوف. يعني موافق؟ أحكي لشوف بنتي. طيب هلأ المشروع هو شو أعمل؟ عن جد حاسة حالي رح موت، أصلاً ما عندي خيار. إذا ما رحت هلأ رح يساووني بنظر جوليا الأخت الشريرة، بعدين كلهم شافوا الصغيرة. تعرفي شو جاي على بالي؟ روح وقول قدام الكل إنه هالبنت بنت نيلي. أنا برأيي لازم تفكري منيح بقصة هالبنت الصغيرة. وحسين قال لي إنه رح يضل كم يوم، بلكي بلحق روح وارجع. ما تروحي لعن جوليا ملك، لأنه بعد ما صارت وتصورت حتقلعك من بيتها على الأغلب. أنت ما دخلك. فهمت. ما كان ناقصني غير هالأجدة بيعطيني رأيه. شو هادية؟ كل شي رح يرجع مثل ما كان؟ ليش أخذتي لهم القهوة لهنيك؟ قلي لهم تعوا اشربوها هون أحسن لكم. رح قل لهم يا خانو. شو حكيتي مع أبوكي؟ إيه حكيت، ورح نعملكم مفاجأة. بس ما تلحي علي ما رح أحكي لأنه لسه ما زبطت، بس شو مفاجأة بتاخد العقل. الله يتلطف. خير إن شاء الله. طبعا خير يا خانو. قال عندهم موضوع مهم مشان هيك رح يشربوا القهوة بالمكتب. ايه لا يواخذوني. شو هالحكي؟ ما فهمت ايمتى لحقت يكون عندها أسرار مع عمي؟ الحياة بلا مصاري بتخوف، وزوجها بلا شغل. والله بتنحسد على عيشتها الجوليا. وحسين يا روحي من منجم للتاني عم يركض ورا الشغل لدرجة انه نسي الطريق. وكريم بيك اوه حياته. زينة اسمعيني منيح، حياتهم كانت صعبة بهداك البلد، وبعدين إجاهن ولد وما في غير بيت أبوي يلجأ له. لا تعملي لي عداوات، ما عندي غير هالولدين وما بدي إياهن يعادوا بعضهم. كريم هلأ حالته صعبة وجوليا مو عرفانة شو تعمل معه. بقى لو سمحتي لا تعلقي لي إياهن ببعضهم، امسكي حالك ولسانك، أنت لسه ما بتعرفيهن. يه ما صر لهم إلا 3 أيام، بس أعطيهن فرصة وروقينا وروقي شوي. مثل العادة أنا الوحيدة الظالمة والمشاكل أنا سببها. زوجي ما عاد إجا على بيته، وكريم بيك عامل السبعة وزمتها، وجوليا المسكينة. اسكتي ولا تكملي. ما رح كمل، ليش لكمل يعني؟ كل شي واضح مثل عين الشمس مرت عمي. لك لسات عم تحكي رح تجيب لي جلطة؟ ها؟ اسكتي لكم. شي يوم باخدك على الشركة وبتتعرفي على المدراء اللي هنيك. ماشي ايه؟ عمي ماشي. عنك شايفك انت لك سهيلة والله بدها تجنني. هلأ بظرف ساعة زمان عملت اتفاقية معي، اللي بيسلم عليها بس سلام بيطلع مديون. واتفاقية شو بقى هي؟ يعني تذاكر الطيران والتوصيلات واجتماعاتنا برا والمؤتمرات وغيره كلهم رح يصيروا عن طريق شركتها، والمبلغ ما هو صغير. ها برافو عليكي. ايه شو عليك بنتي؟ اكيد بدل ما يستفاد منها الغريب خلي القريب يستفيد. ما هيك شي. ما فهمت بس كيف رح يصير هالشغل يعني؟ معك حق، كيف بدك تفهمي وانتي مخك مشغول بالاكل. يلا خاطركم أنا ماشي. الله يقويك يا عمي. الله معك. تسلمي حبيبتي. زينب أنا فيني أشرح لك عن الشغل. هلأ أنا مو عندي شركة سياحية صغيرة، كل حجوزات الشركة تبعون وتنقلاتهم اجتماعاتهم مثلا، كنت عم أقول لعمي أنا بكون مسؤولة عنه، هو ما بيتعذب بشي.
وعم إبراهيم وافق مبدئياً، عجبته الفكرة. يعني ما بتتخيلي قديش ريحني عمي بعد ما وافق، ولا تفكري مردودة قليل، بالعكس تماماً. فهمت حبيبتي، بس هالشي مستحيل. ليش؟ عم إبراهيم وافق. ما أخدت موافقة حسين لسه. لا تفرحي كتير حبيبتي، يعني أنا أخبر منك بهالأمور، ما رح تزبط مستحيل. منشوف. ليكي أنا سمعت لزينب عم تحكي مع أبوها، شو كان بدها منه هي السحلية؟ ما بعرف، قدامي ما حكيت معه، بس كانت طايرة من فرحتها، شكل الخبرية كانت عاجبتها، قال بدها تفاجئنا المقوصة. ليش هالحية بيجي من وراها الخير؟ منشوف. يلا هلأ أنا رايح. تعا شوفي. شو كل هالسرية هاي؟ تعا تعا لقلك تعا، ما بدي خرب لك الاتفاق. أنا اللي شو مشان تين؟ لك سهيلة ما بيكفي المصاري اللي أخذها مني؟ لك هلأ الشاب رفيقه لحسين وبيعزه، وين المشكلة يعني؟ نحن منعرفه للشاب من لما كان صغير، حرام تقطع برزقته. لك بحياة الله، خلاص سهيلة شايفة هالولد هاد لا بحبه ولا بثق فيه، وأنا ما كنت مصدق أخلص منه عأهو السبب، وهي إجت الفرصة لعندي ما رح أرفضها، بدي أحسب له حساب يعني؟ هذا اللي كان ناقصني والله. شوف يا عطيف تعال، ما دامك إجيت خود. آسف على الإزعاج، بس في أخبار من ألمانيا، عرفنا مكان البنت اللي افترت على كريم بيك، اسمها إيلين من تركيا. ها وشو كان بدها؟ وفوق منها طلعت تركيا كمان. ما عرفنا شو كان بدها، لسه عم نسأل عن القصة. لا طيب ماشي، اقتلوا شي قتله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبتقرلوا. طيب ليش عم بتصرخي؟ ليكنا واقفين جنبك وسمعانينك منيح، هالمسلسلات اللي عم تتفرجوا عليها نسيتكن الأدب والأخلاق. من يوم ورايح بتخففوا لي تلفزيونات، على 7:30 بيكون مطفي، وحاجة بقى جننتوني. يلا فوتي. يلا يلا عندي 1000 شغلة. سكري. يلا يلا. وهلأ شو نعمل يا بيك؟ اعملوا لازم وفهموا لي شو القصة، ولا قال لها خلص ما بدها، عطوها مصاري للمخلوقة وخليها تحكي لكم بس بالتفصيل، ما ناقصة كبيرة، فهموا لي منيح شو الموضوع. جاهز ابني؟ ألو. ياخ ليك قديشون حلوين هالبيوت لك أخي، مو هيك؟ أنا بحب المحلات القديمة اللي مثل هي، بتعرف هالشي؟ شو هدول؟ تعال شوف بس هدول، الله يوفقك بس شوي. يلا تعي تعي. ايه وهلأ لوين رح تاخدني؟ ليش مين ما بيحبها؟ كريم بنعمل تاتو، شو رأيك؟ لا. انتي مصروعة على الأخير كأنه. بصراحة أنا تركت هالقصص من زمان، بس المكان والموسيقى ذكروني. امشي هلأ خلصيني، رح موت من جوعي، خلينا ناكل شي شغلة. ماشي. ليك شو بدي إلا، مبسوط بالساعة معي ما هيك؟ ما اتصلت فيك لأن ما أنا هون. طيب اسمع، هي شوي هبلة بس ممكن تنتبه على أي تفصيل، يعني ممكن تنتبه على كل كلمة عم تقولها، فهمت؟ لازم توثق فيك على الآخر. لا اطمن، أنا مزبطة وضعي معه، مع أنه صعب ما نهين بنوب، يعني فينا نسميه ماراثون، بس جائزته رح تكون محرزة وحلوة. تمام. طيب أول ما ترجع بخبرك، اتفقنا؟ يلا منحكي بعدين. يا زعرة شو عم تعملي؟
ليش هربتي من التخت؟ تعالي يلا. لازم أعمل دوش بعدين روح على الشغل. لك شو بك تركيني هلأ من دوشك؟ لك أنا لما بشوف الأحمر عليك بصير مثل المجنون نظامي. لا لك تعي لهون لا تروحي. شو هالمخلوقة العنيدة هي؟ طلع على لساني شعر وأنا قلّا بلا المحامي ما ردت عليه. بتعرفي شو؟ والله شكلك ما بتعرفي. لك ما بتعرفي مع مين علاقتي. شو شاري؟ ما في شي محدد. مانك أكلي هم إنك تسمني؟ بلا والله كان بودي إنه يكون عندي جسم حلو. ما بتعملي رياضة؟ لا يعني مانك شايف حياتي كيف كلها بيت ودراسة؟ شو حابة تصيري؟ ما بعرف يعني على أساس إذا كبرنا فينا نصير اللي بدنا يا مهي. شو هالحكي؟ ليكني أنا صرت يعني كنت صاير. معك حق ما فيك تصيري شو ما بدك. أخي لا تزعل الله يخليك، أصلاً نحن كتير أغنياء يعني لو كنا فقرة كان الكلام اختلف. إذا ما تعبتي لتجيبي المصاري بعمرك ما بتصيري، وقت يوصلوا المصاري لعند رجلك ما يعني إنك صرتي لأنهن مو إليك، فهمتي؟ إيه وما هيك بيساعدوك. عندي فكرة، المصاري اللي بيعطيك ياهم بابا خبيهم لوقت ما بيعطيك، وهيك بتزبط امورك منيح وبتعيش احلى عيشه. لازم اهتم فيك منيح. تركي لي هالبرجر وراح اطلب لك سلطه، وبكره بتبلشي بالرياضه. لو كنت قاتله حالي لحتى ينعجبوا فيني الشباب يا فالح كنت رحت مع اخي حسين مو معك انت. شقيه. لك شو صاير معها هي؟ ليش ما عم ترد على الموبايل؟ أهلين وسهلين يا بيك. أهلين. هاتي البريد والحقيني على المكتب. زينب أنا وملك خانهم جايين على الطريق. بابا ليش قدرت تقنعها؟ طبعا لك بنتي أنا مفيد بيك مو حي الله. لما نوصل ببعتها لعندكم مع الشوفير وأنا بيجي المساء على العشاء. ماشي بابا الله يخلي ليك. يلا يا بنتي. ليش قلبي وشك هيك؟ كأنه رايحين يعدموكي. ليش أنا لوين رح أروح؟ ديري بالك على بيان منيح نيلي. إجاكي وجع راس من وراي. ملك أنا وبنتي مناح لا تخافي علينا. يلا ما تنطري للزلمة. يا ريت لو تردي علي شي مرة. تركتن بأمانتك ها؟ ما تخافي علينا. مع السلامة. شكرا يعطيك العافية.
بيان يا عمري يا روحي. انت شفتي شو عم بيصير مع امك يا خالتي؟ بس لو افهم شو عم بيصير معكم. الزلمة العاقل ما بيقدر يفهم، فحضرتك شلون بدك تفهم؟ ليش عم تحكي هيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عملونا شوربة لحمة بس تكون لحمة بعظمه، يعني شوربة بكوات. تكرم عينك بنتي، بس كأنه اليوم كتير عاجقة حالك. خير زينب خانم؟ كرمال الله قليلنا مين جاي اليوم على العشاء. ايه قولي بنتي بقى، طالعة مسوية نسوان لأنه، وإذا كان حدا مهم جاي ما بروح عادي. مفاجأة مرت عمي مفاجأة، انتو خدوا راحتكن وتركوا الباقي علي. والمفاجأة إلي مرت عمي، لنشوف. أنا ما عرفت كمان، الله يستر. جوليا بنتي من شوي وصلوا خبر لعمك، هديك البنت اللي افترت على كريم بألمانيا. لقوها جماعتنا رح ينطقوها بالصرماية إلا ما نعرف بالأخير شو وجعها. لا تاكلي هم. يلا يا صبايا البيت بأمانتكن، بيضولي وشي. ها ايه، بما انه لقوا لها البنت بكره بيجبروها تسحب شكوتها، وبعدين بيندموا على الساعه اللي اشتكت فيها، وكريم بيطلع مثل الشعره من العجين. آخ منك يا زينب، تعرفي إنه كريم بيحبك كتير؟ كان يقلي على طول. قديش محظوظ أخي حسين يا جوليا، زينب ست طيوبة وبتجنن. يا خسارة ستي. أسيل ممكن تحضري الببرونة؟ إيه طبعا. كنت عم أمزح معي، ليش صايرين حساسين لهالدرجة؟ لك جهان وين اللحمة؟ خفي إيدك شوي. عم بفرمها يا خانم، سرعة. لازم شوفك فوراً ماهر، عم تسمع؟ اي بس يا أميرتي أنا مالي فاضي، أنا عندي شغل شغلة نص ساعة تقريباً. لك عن شغلة بتخص موضوعنا، والله من الصبح فايق عم اشتغل. اتكرم عيونك بخلص وبيجي. طيب وين بدك يانا نلتقي؟ ليك كريم، أنا صار لازم أمشي، عندي امتحان لغة ولازم لحقه بلا ما يدقوا لبابا إبراهيم. تشرفت بمعرفتك، وهالشي معناته انت تدفع الحساب وانا رح روح احسن ما اتاخر. اتفقنا؟ ايه يلا بشوفك، باي يا حلو. عم دور على مربية بالنهار، ورح روح اول ما يتعود محمد عليها. اتوقع مو اكتر من شهر، يعني رح اتركك قبل اول السنة بكم يوم. نورت المحل يا بيك. اوه سوزي، لك من وين طلعتي لي؟ حياتي المحل إلي، انت اللي من وين طلعت؟ ما كنت بألمانيا من فترة وعملت عرس مطنطن؟ لا تخاف، متابعة كل اللي بتعمله. هيك لكان المكان إليك قلتي لي. ايه قديش صار لك عنا؟ لا تواخذني، انا هلأ اجيت على المحل. صار لي زمان اكلت وشربت، وعلى قدمه المكان حلو لزقت وما عاد بدي امشي. يعني المكان حلو ولا على قد ما عندك مشاكل برا ما انك حابب تقوم يا شاطر؟ عادي احكي انا رح افهم. يعني ممكن تطولي شوي لحتى تفهمي، لانه مثل ما بتعرفي انا كلامي قليل. ليك انا مشغولة بس ما رح اتركك، فيك تحكي. سليم جيب لي القنينة، عجل جيبها بدنا نقعد برا، لانه يلا قوم 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 قوم, قوم يلا. لوين؟ القعدة برا أحلى. وينك من الصبح ولو هذا هو المطلوب؟ بسرعة قوم يلا عجل. مالك خانو مو هون؟ كيف يعني؟ لوين راحت؟ راحت لعندك على اسطنبول. هي تشولت؟ اجا عمك من الصبح مع ثلاث سيارات واخدوها معهم. مفيد بيك ما هيك؟ ايه لكابري، لكابري الملياردير.
هالمرتك اللي عزنتها لملك وهو اجى لياخدها، وبعدين راح وصلهم شي ساعتين وشوي. قلت لي مرتي؟ وإيه؟ قالت له ما ترجع بدون ما تجيبها معك، وهو ما كذب خبر. ليش انت ما كنت بتعرف بالموضوع؟